بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السادة المشاهدون عبر اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. اليوم معكم جريد الجاسور الإلكترونية. اليوم نتواجدوا منزل واحد السيدة مدينة وجدة، بالضبط في حي السير الخضر. هذه الأم هذه صابها الله وفقدت واحد الإبن ديالها، الإبن الوحيد فقدته أثناء محاولة العبور ديالو إلى الضفة الأخرى، حيث أنه انتقل لرفقة شاب مغربي ودخلوا للجزائر، وإذا بهم القارب ديالهم يغرق وتتقاذفه الأمواج والترمى في الشاطئ نتاع مدينة مستغانم الجزائرية. الواقعة عندها سبع شهور، والجثة ديالو موجودة دابا في المستشفى ديال مستغانم. الجثة ما بقاش جثة مادام تعرضت للتحلل والتحلل الفيزيولوجي. الأم هنا بمدينة وجدة تعيش الأمرين، لا هي للأسرة ديالو ولا للأصدقاء. احنا قبل ما غادي ندخل في التفاصيل اللي هي مهمة في لتذكير الدولة المغربية والمسؤولين المغاربة بالإجراءات اللي واجب اتخاذها، غادي نفسح المجال للأم ديالو وبعض الأصدقاء هنا ديالو اللي غادي يعطيو لنا معلومات. الحاجة مساء النور. السلام عليكم. شنو تقولي لنا الحاجة؟ سيدي أنا كنقول من قد ما كنت غير تجيبوا لي ولدي وانا ما عندي باش نمشي عندو، وحشت هذه سبع شهور وانا ما في حاليش، وانا مقطع هذه سبع شهور من سبت وشارق اللي ديالو، غير نمشي نزور القبر ديالو ما مشي، ما عنديش باش نوصلو. وطلبت من الله بالمسؤولين الله يجازيهم الخير وكم ما يجيبوا لي ولدي. شحال هذه المدة دابا ملي توفى هو؟ سبع شهور وراه في الجزائر ميت. وعلى حسب اللي قالوا لي الاصدقاء درتوا بعد مجموعه نتاع الاجراءات، شنو هي الاجراءات اللي درتوها؟ هدر معليش تكلمت. في الاول درنا اجراءات نتاع المقاطعه، هنا جبنا شهاده السكنه في كنساكن العقود الازدياد نتاعو حوايجو، ودرنا واحد الوكاله في الجزائر لواحد الناس وتكلفوا هما بدوك الصوالح كاملين. من موراها قال لك وكيل الجمهوريه انا ماكش نقدر نعطيكم الموافقه باش غادي تنقلوا لجوته. اييه هضرنا مع واحد المندوب مكلف بالشؤون الخارجيه نتاع الجزائر، قال لك انا غادي ندير رونديفو مع وكيل الجمهوريه وغادي ندخل عنده. ودخل عنده ورغبوا وعطاه الموافقه، قال له يعني غادي نعطيك الموافقه باش تنقلوا لجوته. من موراها قالوا له ودي خصك لاديان نتاع الولد ولاديان تاع الام ديالو. الولد داروا له لاديان، وهذه دابا شهرين وتقريبا 3 شهور ملي قالوا له غادي يصوروا الام ديالو باش دير لاديان. مازال ما عيطوا المغرب ما والو، يعني الجزائر عطات الموافقه عطات لاديان ديالو، يعني كيستناو غير المغرب يدير شي حاجه باش يعيط لهم. المغرب ما دار حتى حاجه، يعني المغرب فراسو الشيخ غير هاد المره هذه هضرت معاه وقلت له ودي واش جاتكم شي حاجه على المرحوم الله يرحمه، قال لك حنا صيفطوا لنا عيطوا لنا بغاو يتاكدوا غير بالسكنه ديالو فين كان ساكن. شكون اللي عيط له؟ من الجزائر، ماشي حتى هو من الجزائر اللي عيط، يعني غير واحد الوسيط بين المغرب والجزائر هو اللي جا عندهم هنا، يعني ماشي الجزائر غير واحد الوسيط. شكون هو ما عرفتش، قلت له يعني ما قالوا لكم حتى شي حاجه على الدفينه؟ قال لي ما كاين حتى حاجه. وانا هادي 3 جور عيطت للسبيطار نتاع الجزائر، قالوا لي المرحوم مازالو هنا ورحنا نستناو لاديان تاع المغرب. يعني الجزائر راها دايره كامل الاجراءات نتاعها. حنا اللي كنا نقولوا الجزائر هاد ما ديش دير هاد ما ديش تفعل، حنا ناس في الجزائر ما كنعرفوهم ما والو، عاونونا ووقفوا معنا حتى وصلنا للمرحوم ووصلنا للحوايج اللي خصنا نديروهم، وقفوا معنا وريقلنا دوك الحوايج كاملين. خصنا دروكا الحاجات هي لاديان تندار في المغرب. اذا الحاجه هذا هو الكلام اللي راه يكدو هاد السيد. ربما الشريفه امي المرحوم الله يرحمه ما عندهاش التعبير باش توضح لنا، هذا الصديق ديالو اللي واكب الاجراءات كلها وكيعاون الاسره وكيجري راه عطانا فكره. انا غادي نعاودها بطريقتنا. يفترض ان هذا الانسان مات ومات في مستغانم، يعني اوتوماتيكيا راه داخل في النفوذ الترابي تاع ولايه تاع الجزائر تاع مستغانم، اوتوماتيكمون داو المشرحه والمستشفى راه تما، باش غادي يسلموا واحد الجثه اللي هي ماشي تاع المواطن ديالهم، واحد المواطن تاع دوله اخرى، كتكون اجراءات. هذه الاجراءات كتتم اما عبر وزاره الخارجيه
كيكون تنسيق ما بين المصالح الجزائريه والسفاره ديال المغرب في الجزائر والقنصليه ديال المغرب سيدي بلعباس، كيقول لهم عندنا جوتان تاع مغربي، ها اللي كاين ها اللي كاين، شوفوا لنا الهويه ديالو، شوفوا لنا المسائل ديالو باش نضبطوها ونصيفطوها لكم، لا شوفوا لنا الاهل ديالو باش ياخذوها. هذا الاجراء الاول. نورمالمون السفاره نتاع المغرب الجزائر العاصمه مادام عرفت ان الهالكين واللي ماتوا مغاربه هي تدخل بقوه القانون، تدخل مباشره مادام رعايا مغاربه، مادام مغاربه، وتقصى على الهويه ديالهم وتقصى على المعلومات ديالهم وتباشر الاجراءات باش نديروا نقل الجثامين الى المغرب باش الناس يدفنوا وليداتهم ولا الزواج ديالهم. هذه المساله ما تمتش، ما وقعتش. يفترض كذلك انهم اللي انتم درتوا المساعي الخاصه ديالكم واتصلتوا كي قلت لي انت المندوب العام للشؤون المكلف بالشؤون الخارجيه عندهم، وهو اتصل بالوكيل الجمهوريه ديال مستغانم ورغبوا باش يسهل الاجراءات وبالفعل عطاه الموافقه، والمصالح الجزائريه دارت تحاليل تاع الحمض النووي لاضيين الور دابا وطلبوا منكم غير لاضيين ديال الام ديالو ولا واحد من الاسره غادي يعيطوا لكم. واه غادي يعيطوا لكم الى المغرب، غادي يعيط لنا باش دير واش يقولوا لها فين تمشي دير. ولكن باقي السؤال هنا مطروح، واش هذوك الناس المسؤولين تاع الجزائر بالفعل اتصلوا كتابة بالمغرب ولا ما اتصلوش؟ باش حنا نكونوا واضحين، إلا كانوا اتصلوا وداروا مراسلة للجهات المسؤولة في المغرب وقالوا لهم هذه الحالة ها اللي كاين عافاكم، عيطوا لهاد الأسرة وديروا معها الحمض النووي وجيبوا لنا النتيجة باش إلا كانت متطابقة نعطيوكم الجثة تاع الدري، من هذه الحالة غادي نلوموا المغاربة ونلوموا المسؤولين المغاربة. مستحيل ما كانوش مصيفطينها وغير قالوا لنا غادي يعيطوا لكم، هذيك تولي هدره اخرى. حنا في كلتا الحالتين انا كنقول واعوذ بالله من قلتها، حنا في كلتا الحالتين حنا نرجو الخير من المغرب ومن الجزائر. الا كانوا الجزائر داروا هذه الخطوه وسرعوا من هذا شكرا جميلا، وهذه جانب انساني، هذا الجانب الانساني. بالنسبه للمغرب الا ما كانوش توصلوا اصلا بين هذا الخبر، الا ما كانوش توصلوا به اصلا، ايوا هذه هي المناسبه حنا نخبروهم حنا به دابا عبر هذا الشريط وعبر هذا الفيديو وبالحضور تحت السيده مسكينه التي بلغت من الكبار عتيا، هي غير تبكي على منع الفلده تاع الكبد ديالها، كاين خواتها تكون العائله كاين كل شيء. يفترض هذه الام تمشي تزور القبر تاع ولدها تطمئن عليه، تطمئن غير الاطمئنان. كل يوم نقول نجيبه على غير النهار يجيبوه، النهار يجيبوه غير النهار يجيبوه، راه ما جابوه لي والو. اللي عطى الله عطاه بار اكزومبل، ولكن لاجل الاطمئنان. لهذا انا شخصيا كاعلامي او حقوق او كمواطن عادي كنطلبوا من الجهات المسؤوله في المغرب سواء الرئاسه العامه النيابه العامه او مصالح وزاره الخارجيه او القرصوليه المغربيه بسيدي بلعباس او سفاره المغرب بالجزائر العاصمه او وزاره العدل في المغرب، الدخول على الخط في اقرب وقت ممكن وتباشر الاتصالات مع وكيل الجمهوريه بمدينه مستغانم. ما غاديش تباشرها مباشره، ولكن اكيد غادي تباشرها عن طريق القنصل المغربي. عندنا قنصل مغربي تما سيدي بلعباس، وراه عندنا قنصل في وهران، وراه عندنا سفير في الجزائر العاصمه. انا شخصيا راني عارف هذه الاماكن ومشينا لها ونعرفوهم. بمعنى هنا نلتمسوا من المغرب في اقرب وقت ممكن، وبالمسؤولين يمشيوا لسيدي بلعباس يتصلوا مع القناصيله ديالنا تما ولا السفير، ويتصلوا بوكيل الجمهوريه بمستغانم ويديروا في اقرب وقت ممكن تسليم الجثه. قضيه لاضيين لا الجزائر كتطلب الحمض النووي غير باش تاكد ان هذيك الجثه هي بالفعل تتطابق مع الأسرة تحت السيد، باش ما يعطوش جثة خطأ. من حقهم ماشي. ما قالوا لي هنا يعني راهنا كل شيء راهو موجود هنا، يعني راهنا الوزارة الخارجية كل شيء راني نستنى غير لاديين ديالي، غير لاديين ديالي باش نعطيهم باش يسلموا. بطبيعة الحال، وهاد لاديين غادي ياخذوا شوية من الريق ديالك ولا شوية من الدم ديالك يديروا عليه تحليل، غادي يطيحوا في التطابق. لهذا حنا كنعاودوا، هي دابا برت شهرين ملي درتوا انتم هذا الإجراء مع الإخوان في الجزائر وقالوا لكم أودي حنا درنا لاديين ورحنا خبرناهم وحنا نستناو لي ريزولطا ديالكم يصيفطوها. يا ريت انه قال لك خبرهم كنعطيو عندي ميساجات هنا نجيبهم لك. خليهم بينو بينهم يعني كياكدوا بالله حنا دايرين لاديين وكنستناو لي ريزولطا نتاع المغرب.
تماما. يعني حنا نستناو يعني هذا الشيء كيجي من المغرب، حنا نستناو غير المغرب يعطينا التعليم. مزيان هذه فكره. حنا نمشيو على هذه القضيه، نفترضوا نمشيو في الافتراض نتاع ان الجزائر قامت بالعمل ديالها وان الكره دابا راها في الملعب نتاع المغرب. حنا من جديد يعني كنأكد بصفتي كمواطن قبل ما اكون اعلامي وحقوقي، كمواطن كنأكد هذه راها فاجعه، هذه راها حاله انسانيه، راها هذه وفاه، وهذه راها ام هذه محمد رسول، هذه راها ام وكان اسره وكاين احزان، والله يكتب علينا مكاتب الخير. ما يمكنش نزيدوا لهذه الام غبينه اخرى ان الجثه تاع الولد ديالها تبقى مرميه في الثلاجه في بلاد الغربه. لهذا كنلتمسوا من السيد الوكيل العام مدينه وجده، الوكيل العام مدينه وجده، كنلتمسوا من السيد رئيس النيابه العامه بالرباط او وزير العدل او وزير الشؤون الخارجيه وكل المسؤولين اللي عندهم علاقه في هذا الملف. هادو اربعه نتاع الناس اللي عندهم وزاره الخارجيه ووزاره العدل ولا الرئاسه العامه النيابه العامه، هادو ثلاثه اللي مختصين، هادو هما الثلاثه اللي مختصين، وعلى يدهم غادي تندار القضيه. الوكيل العام هو اللي غادي يعطي الايد للشرطه ولا للدرك الملكي باش يديروها القضيه، والنتيجه ديالهم اللي توصل للوكيل العام ولا مؤسسه النيابه العامه كتصيفطها لوزاره الخارجيه، ووزاره الخارجيه كتصيفطها لهذوك في الجيري. هكا كتتم الامور. لهذا اسمح لي ولدي، حنا غير باش نوضحوا للمشاهدين الكرام والناس كاع اللي عندهم اهتمام من هذا الجانب ولا المسؤولين، حنا بغينا حل في اقرب وقت. بالنسبه للام هاي كيشوفوها الناس، شنو دابا انت شنو بغيتي تقولي للاخوان ديالنا في المغرب؟ انت ربما بطريقتك الخاصه يزيدوا يقتنعوا بك اكثر. كان بغيت نجيبو لها ولدي نجي نشوفو مات مات، ونزور القبر ديالو. واه القبر نتا مرت المسؤولين نترك الله، وانتم اللي كيالت طلب من السيوري يجيبوا لي عندي نشوفوا ما كيات ما ديش شوفوا هذا باش ندير الخبر ديالو نترحم عليه. لا اله الا الله. إذن سيداتي سادتي كما تستمعون، الأم سكينة هذا اللي عندها في راسها تبكي وتفكر غير ولدها، تعيا ما تعرف ما غادي تعرف والو في هذا الشيء. المهم هي عندها حرقة الإبن، لا يحسن العون لا يحسن العون. حنا كنأكدوا هادو الأصدقاء ديالو جالسين معنا اللي عاشروه، الدري في الصورة ديالو ها هو تبارك الله، هو هذا انسان شاب في مقتبل العمر، وللاسف خطفه المنون، وهذه اقدار الله وسنه الحياه، لا اله الا الله محمد رسول الله. انسان ما عنده ما يدير، هذا هو الابن الكبير المتوفى. احنا من جديد كنلتمسوا واكرر واكرر واكرر، راه حاله انسانيه. الا كنا كنعيبوا على جهات اخرى انها يغيب عنها الحس الانساني، فلا يجب ان نسقط نحن كذلك في انعدام وغياب الحس الانساني. الحس الانساني يفرض علينا التدخل في اقرب وقت. راه هذه كارثه، هذه سبعه شهور ملي وقع هذا الشيء، والجثه راه تما، وشهرين ملي الاخوان في الجزائر داروا القضيه ويستناو غير تحاليل ديال الاخوان في المغرب. الور هذه راه خطا لا يغتفر، وهذا تقصير صراحه. اذا كانت شي مسطره اللي تقبض هذه المده كلها فبئس المساطر. المساطر هذه راه ماشي رخصه تاع البناء ولا رخصه تاع عرس ولا، هذه راه قضيه وفاه وقضيه اجتماعيه تماما. لهذا كنجدد المطلب ديالي، ومن خلالكم انا بكل تواضع كنجدد الطلب ديالنا ولتامسوا في اقرب وقت من المسؤولين المغاربه، السيد رئيس النيابه العامه، السيد وزير العدل، السيد وزير الخارجيه، القناصله في المغرب او خارج المغرب في الجزائر راهم معنيين بهذه القضيه، يتصلوا بهذه الاسره في اقرب وقت. الام الاسم الكريم ديالك؟ يوسف الشريفه. يوسفي الشريفه، ساكنه بحي سيدي المير علي، حي المحرشي. الهويه ديال الفقيد راها معروفه، الاسره معروفه، السلطه المحليه هنا تابعين المقاطعه شحال؟ عارفين مقاطعه 12. المقاطعه 12، القائد سيد القائد عارف الهويه، عارف المسائل. الور هذه الامور ما راهاش نكيره، اتصلوا في اقرب وقت. بطبيعه الحال كل شيء عندهم الخبر، يتصلوا في اقرب وقت من هذه الاسره. الام راها مستعده باش دير لاضيين في اقرب وقت، ونعطيوهم النتيجه وصيفطوها في اقرب وقت للاخوان في الجزائر، وغادي يلقاوها متطابقه مع نتيجه التحليل اللي داروه، ويسلموا لنا الجثه في اقرب وقت، ندفنوها ونترحموا عليها، والانسان يكون عنده القبر المعلوم ديالو. الانسان راه عنده جوج حوايج، دارو ولا قبر، دفنوه. والور هذا الوضع ما خصوش يبقى،
ما اخر كلمه الحاجه قوليها لنا، ونتمنى من الله ان شاء الله ربي ما يكون غير خير. غير الله ومنكم وبالجمهور وبالاخوان والسلطات. انا بغيت غير ولدي يجيبوا لي مات بغيت غير يجيبوا القبر ديالي، ندير في القبر ديالي ونرحم عليه. هذه 7 شهور وانا محكم انا الشطه، انا كاين باه كاين الليل كاين النهار. لا اله الا الله. اذا الختام